من جانبه أدلى الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن بصوته في هذه الانتخابات بمدرسة محمد فتوش ببر خادم بالعاصمة. الوزير الأول الجزائري قال إن هذه الانتخابات موعد لإفراز شخصيات كفيلة بتحقيق التنمية المحلية. ونتمنى إن شاء الله أن تكون تفرز هذه الانتخابات عن اختيار الأشخاص المناسبين الذين سوف يتكفلون بإعطاء نفس جديد في تسيير الجماعات المحلية وبلوغ مستويات النمو الذي نرجوه جميعا حتى نخرج من بؤرة التسيير الغير عقلاني الذي شهدته هذه الجماعات المحلية في ما سبق. وطبعا هذا الفارق يتوقف على اختيار الكادر البشري الذي سوف يحدث هذه الطفرة التي نتمناها جميعا.